سخيرات في المرحلة بقيتي في التعليم في الرباط ولا كيف تستمر الأمور؟ بقيت وعلاقتك بالحزب كيفاش مشات؟ 75 كان دابا المؤتمر، ما عرف كيف سميتو داك الساعة نتوما. لا هاد الساعة أنا كان وقع واحد الحدث أنه كان اتخذ في حقي قرار ديال الطرد أنا وأنوار المرتجي و من هذه المؤسسة، من الجامعة في 75. في 75 شي قبل ما تقول قبل ما نجي للرباط. جيت في الرباط انا في اخر سنة 75، يعني اللي وقع كان السي حمد ديابوري هو العميد، وكان الاساتذة واحد الحركة ديال التضامن، وكانوا حيدوا العميد وجابوا عميد اخر. جابوا عبد الوهاب التازي، العائلة ديال توازا ديال جو الدريس التازي عبد الوهاب التازي والمؤرخ. المهم هذوك اللي كان سافروا هذيك الساعة، حنا كنا درنا واحد الحركة شوية قوية لأنه اعتبرنا عميد منتخب، كان أكثر عميد منتخب من طرف اسمه. كانت هذيك الساعة فاس فرع الجامعة في الرباط، بقى ماشي مستقلة. هذا الشيء جرى لنا الوباء ديال اتخذ في حقنا قرار ديال الطرد، حنا ثلاثة ديال السلام عليكم ديال انا وانوار المرتجي وواحد السيد من مراكش من الصباحي. فهاد الاشياء بقات حتى دخل شي احد من الاساتذه، وكانت شي مناسبه، وكان داي ولد سيدي بابا جابوه كسا وزير التعليم، وكان السي علال موجود تما. فتدخل السي علال وقال له ودي كانت شي مناسبه دكور، قال لي هذه بمثابه يوم صفح وداك الشيء هذا باش اعادونا للجامعه، وان كان باقي البوليس ما وضعنا تحت المراقبه. هذا الشيء هو اللي جعلنا باش نكملوا الدراسه ديالنا، وين كنا كندوزوا دائما بتفوق كبير. شيء من الطلبه كنا زعما مشاغبين وما تقراش دايزين بسطارتير كيف البعض. لا حنا كنا في المرتبه الاولى قباحه والقرايه. لذلك كان املي انا هو نكمل نمشي لفرنسا كيف مشاو اخرين. وكان المفروض نكون انا من الناس اللي الاساتذه كل شيء موافق باش نمشي. فكان رأي ديال السي عمر الله يرحمه بن جلو هذيك الساعه، لانني انا كان حاطي لي العين باش نكون كاتب عندي الشيبه الاتحاديه، كان حزب الله كيترون هنا. كنت بديتي علاقتك كانت بدات مع الرموز ديال الحزب ديك المرحله؟ طبعا انا ديك الساعه مسؤول في القطاع الطلابي في كذا، حضرت 30 يوليو 72 الشباب الاول اللي تاخذوا القرار راك ساعه مع الفصل مع اليوم تي مع المسمور. هذا الشيء جعل هو اذا الاختيار كان ثاني من جديد كما فرض عليا باش نمشي في واحد المسار ديال الدراسه غير ارضاء غير الفلسفه، عاوتاني على مستوى الحزب نفس الشيء. جيت باش فاصبحت كاتب عام الشيبه الاتحاديه هي هذيك انخرطت. وكانت هذيك شكون اللي كان اقرب ليك في القياده ديال الحزب من الناس؟ انا ذاك كان عمر الله يرحمه، عمر بن جلون. وانا لان بحكم اني قريت في الدار البيضاء ومعرفتي به وكذا، وكان حريص علينا. هو من نواحي وجده وانت من نواحي السطات. لا عمر عمليا كان واخا من ناحيه وجهه كان بيضاوي، كان عايش هنا في الدار البيضاء، كبر هنايا، كان عمالي نقري مدينة عماليه، كان مسؤول في الميونتي. دوز واحد الفتره في الرباط كمدير جهوي ديال البريد، لانه بحكم تخصصه تقني في الكهرباء البريديه قبل ما يدير الدكتوراه ديالو ولا الدبلوم ديالو في القانون، عاد باش انتسب للمحاماه لانه ما كانش تلاوش حملوه في الاداره ما بغاوكش. فهذا الشيء هو اللي اثر في مسار. شنو كنتذكر في عمر بن جلون الامور هكا اللي كيف كان الشخص اللي بزاف المغاربه ما كان ما عقلوش عليه؟ كان تكوين متين، كان الجانب اللي فيه هو الخصال الوفاء ديال مع الصداقه ومع حيت كان انطباع غريبه مابقاش نادره الان. كان واحد الوقت كنا شباب وكان سي عبد الرحيم وداك الشيء كان خايفين عليه لان يضربوه الاطر ديال الاتحاد المغربي للشغل، كانوا فيها لي باربوزو لي بوكارد المرسى، يمكنش يدخل لواحد الاتحاد المغربي للشغل يقدر يخرج سالم. حيت كنا درنا واحد المجموعه في ليقات اللي كان داك الشيء في بعض العدد المدن كنا كنرافقوا، ولكن كان حريص على المبيت ديالنا واش تغدينا واش كذا الفطور الصباح الجرائد كيفاش كتساو كتوزع الصباح كذا ما صارت تحكي على حيت كيدير كنا بحال شي فراخ عش قباره كنسد في بعضنا البعض. ما كانش بحال اليوم، ما كانش هذا الفضاء الموبوء اليوم الجزائريه الجزائريه كل واحد باغي، ولكن كانت الظروف الاقتصاديه ثاني مساعده. تذكر النهار ديال الاغتيال ديال عمر بن جلون؟
اللي غريب نهار الاغتيال السومعه ما غتجمعني الصدف، حنا في المقر في الرباط. انا السي محمد الحلوي ديال الدار البيضاء المحامي. فكيجي المكالمه من الدار البيضاء ان عمر، حنا واقفين كنتلقاو المكالمه واحمد بن جلون داخل يلاه تخرج من الحبس. احمد بن جلون خرج من الحبس في العيد وجاي من الدار جاي للمقر، كان النهار الاول اللي غادي يخرج من الدار باش يجي للمقر. كتسمعوا بانه ما قدرناش نقولوها ليه، لان انا سمعت انا ولا الحلوي ما قدرش يقولها لي، تيقولوا بلاتي راني ما تيقولوا قول لي غير اش كاين، تيقولوا لا بلاتي خلينا نتحقوا من الامور. من بعد خرج عندنا الحلوي قال لنا راه عمر الله يرحمه راه قتله. الله وسمع هذا باش هي هذيك حيت عبد الرحيم علما وكذا واسمه مشاو هودو جاروا للدار البيضاء، من بعد كلشي الناس جات للدار البيضاء. كيف كان التاثير ديال اللي خطير في هذيك الساعه في الوفاه الصاعقه؟ هو انه كان كيحضر معنا حنا اول مؤتمر الشبيبه، وصلنا للمراحل الاخيره ديال التحضير اللي مات عمر بقى ثلاث ايام حنا عقدنا. جا عبد الرحيم قال لك غادي يبقى المؤتمر فوقس. وشنو قلتوا شكون اللي قتل عمر؟ ديك الساعه تقريبا حنا كنا عارفين شكون اللي قتل عمر، لانه الامور ماشي اول محاوله، كانت المحاوله الاولى وغادي هذا باش جا طرد الملغوم اللي صغير، جا هو طرد الملغوم هو كان شويه عنيف بديك الطريقه ديالو حلو، اذا ما انفجرش ولكن السلوكه ديال هذاك الشيء وصل الكتاب خرجوا الديناميس وداك الشيء اللي كاين لا تي ان تي اللي تصوب عليها داك الشيء، اذا ما كانش العمليه مضبوطه ما كان يموت عمر قبل. دونك محاولات الاغتيال التصفيه كانت جاريه، شحال مره بغا يديروا لي اكسيدون حيت هذا الشيء كان جاري، كون الادوات حقا هذا واسمو هذا مع موطي هذاك الشيء كله تفبرك، وكل مره كيعطيونا صرف لا هذا راه شديناه لا هذا باقي لا هذا راه خرج لا هذا راه الخطيب كان حاضر في الدار لا هذه الشبيبه الاسلاميه، وداروا لي واحد النوع من واسمو وظفوهم في هذا الشيء شيء طبيعي. واحد خراز برهوش على خلا كان مديوح طوى السكين وضيفت الناس وما عرفوش هذوك اللي قتلوا بانه راه هذا العذاب كله اللي دوزوا عمر من اجلهم، هاد الفقراء الناس ومن اجل الكوارث والمفارقه. هذا هو البارادوكس في هذا البلاد اللي كدافع عليه هو الاداه ديال الاغتيال دائما. فهذا هو كانت ذكريات، ولكن كانت هذاك لذلك كانت هاد الحمعه ديال هاد الصراع في حمله هذاك التحضير والجديه اللي كنا غاديين بها وغادي نفصلوا كطلعوا الشبيبه كان، وكانت الاجواء خيمه ديال جنازه عمر على المؤتمر الاول. غايجي المؤتمر الاول غتكون انت اول كاتب عام للشباب الاتحاد. شحال كان في عمرك ديك الساعه؟ بدايه العشرينات 23 عام ولا 24 عام خير، كنا ماشي بحال اليوم شيوخ هذا باش كيجيو هذاك يكون حتى المغادره غادرتها مبكرا، انا ماشي من الناس اللي ما طولتيش. انا ضد باش نطول على العكس، كان الساعه الساسي هرب بالشقار العربي الجعيدي الجداوي عبد الرزاق بعداني واحد المجموعه فين مشاو؟ ما بغاوش يتحملوا المسؤوليه، لان كنا باغيين نديروا التداول حنا مباشره مع المؤتمر. وعلاش ما بغاوش؟ ما بغاوش لان كل واحد تيقول لك لا دوز في راسه ما بغاوش، فهاديك الساعه اضطررت باش نعاود نزيد انا مع عناصر اخرى واجي الاخر باش وهذا باش عطيتهم المسؤوليه من بعد. بما فيهم الساسيه ما بغاوش يتحملوا المسؤوليه، كانت ظرف عصيب كما يلاه خارجين من السجن ديال 81، كان الحزب وصل لواحد المستوى مع النظام القطيعه، القيادة النقابة كلها مشدودة في الحبس، المكتبة التنفيذية بكل شيء مقراتها مغلقة، خطورة في اللي عبد الرحيم كاع اللي تفاوض يعني عمره ما تعتقل، أول مرة طاروا الاعتقال حتى في 63 اللي من الآلاف اللي تعتقلوا بما فيهم اليوسفي وكل شيء مقاتل واحد إلا عبد الرحيم عمره ما استطاع النظام توطد علاقتك بعبد الرحيم بوعبيد. توطد علاقتك بعبد الرحيم بوعبيد الله يرحمه فضلا مباشرة بعد تحمل مسؤولية الشبيبة، لأنه خدنا على عاتقنا أن نديروا المكان للرجل. شنو كتذكر على عبد الرحيم؟ أنت هو اللي عبد الرحيم كثير من المغاربة كيسمع به حيت عبد الرحيم كان يعني فريد عصره، لا في قوة تحليله لا في إدراكه للأمور، لا في حيت انا اثر في مصاري بزاف لانه عشت معاه وكان فاهم، لانه هو اللي دير قنوات البلاد الاقتصاديه ولا صوبها، بحيث ملي تيحكي على فتره الاستعمار وداك الشيء كيف يمكن يجرؤ واحد يعتقل عبد الرحيم، بحيث ملي تيحكي غدا استقلال المغرب عمليا كان وزير الاقتصاد الوطني، كان نائب رئيس الحكومه مع عبد الله ابراهيم، كان سفير في باريس باش يتسمم المفاوضات لانه ولي عارف لي دوسي، كان رجل محن، كان عنده علاقه كبيره مع الاطر التقدميه الفرنسيه اللي ساعدت غاده الاستقلال، وتحكي بعد نوبات
كان بحيث من العناصر القليله الى شتي قريتي الاختيار الثوري راه المهدي تيذكروا بواحد الحسره تقول تكبد وعانى اخونا عبد الرحيم وهو يحاول ان يبني المغرب اقتصاده في حين هما كانوا كيديروا زعما السياسه في اشياء اخرى بحيث كان انا اذكر بعد نوبات السياسيه اللي كان ذات مره كان كيهز التليفون تيعيط للخزين العام تريزوريا جينيرال ديالنا تيقول له شحال عندك مثلا تيقول له 14 مليار سنتيم هي رصيد المغرب هذا منها مثلا نهار 26 في الشهر ملي كيلحقوا الناس باش يتخلصوا يقول لي لا راكم مدينين ب 4 مليار يلاه دويتي معايا قلت لي بحيث قال كانوا غادي يحمقونا كان واحد الرائد داكشي بدا من بكري مع الباقيين الفرنسيين كاريتي داكشي من بعد واحد النهار جاوا قال لك دينا شد ينقطع عليك بداك الساعه وداو تي سي محمد الحبابي السرفاتي عبد العزيز بلال واحد المجموعه بدا تيربطهم على الايطاليين وتنوعوا القنوات قال لك باش نحاولوا نكيليبرو ندخلوا لاوروب عندنا راه تجاوا الفرنسيين قدموا لهم وهذيك الساعه كان حطوا واحد السيد اسمه الحلو هو المدير العام ديال الفوسفات على اساس ياخذ صنعاء ويسير المؤسسه هذيك الساعه هنا المؤسسه الوحيده تقريبا اللي عندنا مدخول هي الفوسفات شي الاخر يلاه باقي كل شيء الفرنسيين باقي شادين كل شيء وبعد المعامل دي مانيفاكتير صغيره يلاه بداو هذيك الساعه باش يوم واحد النهار تجاوبوا لي لا ليست ديال الاطر كلها والمهندسين الفرنسيين دايرين الاضراب بما فيهم هذاك الحلو توقع معاهم مول الدار تا هو مول الدار قال لك بيت حماق اللي تسنينا باركته فهذيك الساعه عيط على السفير الفرنسي قال له غدا الله يرضي عليك جميع الاطور ديال الفوسفات غتكون في المطار اجل المغادره لان الاتفاقيه خليتوا بها انتم ما عندكمش مجرد متعاونين الفائده من تصبحوا راسكم عمال عندنا وغنديروا كاع اضرب هذه وحده جوج راه غادي تخضعوا لمراقبه دقيقه غادي تفلاو حتى واحد ما يخرج شي حاجه غير مرغوب فيهم نهائيا من هذا الفاد البلد. قال لك بدات تقول لي كيف غتعملوا السي عبد الرحمن في هذه قال لك سي ديجا في افيك لي زيطاليان انا صوبنا اشغالنا مع الايطاليين سالينا قال لك ما يتخلعوا داك الشيء عاد باش شحال الاضراب عاد باش مشى جاب كريم العمراني قال لي ودير لي بحال الحلو دابا راه عبد الرحمن هما باقي الان تيزور البيت ويتذكر كريم العمراني داك الشيء وتيبدا يحكي لي داك الشيء هو اللي جابوه على اساس قال لي عندك تكون بحال سلفك على داك دير خير ما يترابس دير لي بحال الحلو جيني حتى بالتوقيع ايوا بدا بحيث فضل عبد الرحيم انا واحد الهضره الاطور تما بدا يفكر كيفاش يبني بنك المغرب كيفاش يحيد الفرنك الفرنسي ويدير الدرهم كيفاش وكيف جاتو في راسو ديك والله الا وضعوا لا خلي هذه واش كتكلم على الصحراء بعد مؤتمر لا انا كنقول لك تما بدات هاد الاشياء بما كانت علاقات كبيره بزاف بحيث ملي كنا في الحبس مع فريق السن ولكن انا كنت عندي علاقات تصرع لي شويه تاع الصغيور وكت ايه هذه هي المفارقه ولكن من هذا هو اللي جعلني ناخذ كاع التاريخ ديال الحزب ديال المغرب ديال المغرب كيفاش كيحكي لنا في 44 ملي كان معتقل كيفاش كان مع الحنصلي اللي جابوه راه كان معاه في السن زالا كيفاش ملي غادي يعدمو في الحنصلي وكان شاد فيه كيفاش اخذ منه الله اكبر كيفاش بقى كيقرا معاه القران هذيك الساعه باش يشجعوا على الذهاب للاعدام كيفاش ملي خاضوا العذر هذيك الساعه وجابوا معاه شي واحد كان كيذبح بنادم وتيديروا كفته وتيبيعوا في مراكش الله اكبر كيقول له وكيف كتجيك الكفته تيقول له لذيذه سي عبد الرحيم لدرجه غريب كان تحكي شي علاقات مع شي ناس مجرمين اللي رجمعوهم معاه حيت هادو السجون اللي دوزوا داكشي كان وهكاك في اللي كنا في العلو بحيث كانت واحد السيلول شويه نظيفه وداكشي كنت فيها انا والحبابي والسي محمد ياسري هو ده هو عطينا سيلول وحده ولكن تيضل معنا بالنهار في التان تغدى وفي الليل كيمشي تما باش ينعس ويكتب وقلت لي ملي كنتي في 44 هنا ملي دخلتي قال لي كنت في الزنزانة رقم واحد قلت لي انا نوميناك طلعناك ل 18 ترقى تقول راك ديكراديتي انت ترقيتي هذه من الاشياء اللي كان كيكتب شي حاجه باش يقولها في المحكمه وكان كيملي عليا تنكتب انا واحد الوقت ويوصل كما قال صاحب الجلاله وقلت له بارك صاحب الجلاله الحبس رحنا فيه قال لي يا صاحب لك ملي كنت كنقولها برا كنت خايف منه سي هذا لقب استنشاف ديطا رئيس دوله
تنقولوا لي ماشي الاعتبارات ديال كذا. انت تصحاب قال لي راك تخيف منه، قال لي اللي ما غاديش ينعس هو ملي يسمع صاحب الجلاله، على عكس ما تظن راه تعتقد كدير فيه الخير ما كنقولهاش ليه، ودابا راني خفت. هذه من الدروس اللي تتبقى ملي تتاملها عندها وقع عند الكبار السياسيين. وفعلا كانوا في محاكمه فرطه، لانه كيفاش تاخذ القرار ديال واسمو ديال موافقه على الاستفتاء، كان قال لهم علاش نستفتي بهذه المنطقه في المغرب؟ نستفتيو الشعب المغربي بكامل، هل يقبل هذا ولا ما يقبلش؟ قال لي واخا غير سياسه زعما براد فار مع النظام؟ لا لا ما كانش براد فار، القضيه الصحراء ما كانش كيتناسب، كان مبدئي فيها بما فيها، حتى ما اتخذ القرار مع موريتانيا هو اللي كان وراه، كان العراقي وزير الخارجيه موريتانيا عيط على موريتانيا قال لهم احنا هذا موقفنا الدائم والثابت من اللي كنا في الاتحاد، من اللي كنا كاع مستعمرين، هو الصحراء تكون لبنه مشتركه، المغرب عنده الصحراء الغربيه، الجزائر عندها الصحراء الوسطى والشرقيه، وموريتانيا عندها الصحراء الجنوبيه، هادو يتجمعوا بمكوناتهم بمعادنهم الثروات اللي فيهم وتكون هي اللبنه لبناء المغرب العربي. علاش نبقاو ندابزوا شكون اللي ياخذ المنفذ على المحيط الاطلسي؟ لان الجزائر الثروات ديال الصحراء اللي عندها ما يمكنش تستغلها عن طريق الشمال. صحيح. خص 4000 كيلومتر 3500 الاقرب ليها هو تموت على منفذ، وباش تموت المنفذ باغي خاصها الدوله، ولا قسم معايا وانا ناخذ القضم حيت باغي تعزلنا حتى على المستوى الافريقي. راه ماشي هي كتلوح الملاير هكا، هادشي اللي ما فاهميش الناس ولا بعض المواقف، بحيث البلاد ما تكونش الا مشات الله يحفظ. حيت موقف مبدئي. عبد الرحيم بوعبيد الله يرحمه غادي يقول. فلذلك هو هادشي كان صارم فيه. الوفاه ديالو كتذكرها؟ اه طبعا كتذكرها مزيان، لانه هذيك الساعه عمليا انا ما بقيتش في التدريس، دخلت المجال النقابي، بدينا ناسسوا الكونفدراليه، بدينا واحد الحركه ديال النقابه، انا ثاني عاوتاني الزجاجيه عاوتاني في هذا المجال. مهم. كنت اول رئيس الكونفدراليه في مؤتمر التاسيسي. مؤتمر تاسيسي. وكانوا الناس اللي غادي يتحملوا المسؤوليه ما تحملوهاش، وهذا تاريخ اخر فيه بزاف نتقال. هذيك اللي انا ناسين هذيك 5 ل 5 الصباح. كنا في واحد البيت، حنا واحد عند مجموعه الاطر ناعسين تما باش نجيو للاجتماع الصباح باش نكملوا الاجتماع حيت المجلس الوطني عندنا. فجاء محب تيدق لنا الصباح قال لنا سي عبد الرحيم، ومسكين اللي كان تيموت طلبني انا باش يشوفني ما تاثرش ليا، مكتبنا لقيناه مات. كان حداه مولاي احمد الشرقاوي اللي كان وزير الخارجيه، كان صديقه، كان اطار كبير في الخارجيه هذا، بقى مرتبط معنا في الحزب مع عبد الرحيم حتى توفى. هذا من الاطر اللي وكان اخر حديث هو عن الصحراء نفسها. بقات يتكلم عن الصحراء تمات. وان كان هذيك الساعه كنا عارفين وحنا اون ديغراسيون، هذيك الساعه كنت كنمشي عنده انا نحكي ليه شويه شنو هو في الاقاليم شنو في كذا. كنبقى بجنبه واسمو. كنا كنزوروه باستمرار حتى توفى مسكين.